بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله الطلاب الأعزاء في هذا الدرس الذي هو الاستضافة المجانية Free Web Host، والتكلم في الاستضافة وعن الاستضافة ومعناها، ويعني يحتاج إلى الوقت الكثير والكبير، لكن دعونا الآن نبدأ بشرح كيفية عمل استضافة مجانية لكي نتعلم عليها أو نجرب شيء معين عليها، وكل إنسان يستخدمها في الغرض الذي يريد أن يجرب به. تمام، الآن هيا نعمل Get Start. الآن ننزل إلى تحت، سأضع لكم رابط هذا الموقع في وصف الفيديو. لا تنسوا في البداية أن تضغط زر اشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، وتفعل زر الجرس، وتعمل إعجاب بالفيديو وتشارك الفيديو لغيرك لكي يستفيد. الآن نعمل إيش في هذا الفري أو المجاني؟ نعمل سينج إن. تمام، لحظة واحدة. تمام، الآن هنا يطلب مني الإيميل ومن ثم الباس وورد. تمام، إيميل وباس وورد. سأقوم بكتابة هذا الإيميل، أنا يجب أن يكون إيميل صحيح. الباس وورد سأقول له 1 2 3 4 5 5، ومن ثم إيه إس إس نجمة. 1 2 3 4 5 إيه إس إس نجمة. تمام، الآن أقول له sync up. الآن يتحقق، قال الرجاء النقر فوق كل صورة تحتوي على كلب مع طوق على رقبته، هذا وأيضا هذا مع هذا أعتقد. طيب الآن أعمل إيش؟ تحقق، والآن سوف يقودني إلى الصفحة التالية. password not match، ماذا قال؟ لحظة واحدة، لصق. الآن أتي إلى هنا أقول له 1 2 3 4 5 A A S S نجمتين. 1 2 3 4 5 A A S S نجمتين. سينج اب، قال فوق تحتوي على غرفة اجتماعات. تمام، ها 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 ها، ننتظر قليلا. نعم، قال هي مسعد الزاهري، يعني طبعا هذا باسم أخي الإيميل. قال you we have sent confirm your way، يعني قال لك إنه أرسل إلى الإيميل حقي. نأتي إلى الإيميل هذا، ومن ثم نتأكد بأنه أرسل لي رسالة. تمام، لحظة واحدة، هذا هو الإيميل. نتأكد، هنا عندي رسالة في الإيميل حقي، لاحظ أضغط هنا، قال كليك تو إيش، يعني من أجل تأكيد ليش الإيميل، أضغط هنا. تمام، وانتظر. طبعا هذا الاستضافة
كثير، كل واحد يستخدمها في ما يريد. تمام، لحظة واحدة. تمام، get start started. تمام، بعد أن عملت get started، first thinking، أنا سأأتي إلى الآن يطلب مني أيش؟ الويب سايت نيم، يريد أن أدخل اسم الويب سايت نيم، مثلا اي بي بي صالح. تمام، طبعا هذا يجب أن تحفظه جيدا، وهذا هليش كلمة المرور. أعمل حفظ، أعمل أيش سبميت الآن أو انطلاق. تمام، أنتظر حتى يحمل. طبعا هذا هو اسم الدومين، وهذه هي الباس وورد. select file manage. طيب الآن أصبح عندي هذا ليش؟ هذه الاستضافة. تمام، هذا البابليك اتش تي ام ال الذي ينحط بداخله ليش؟ الذي ينحط بداخله الملفات التي سأفتحها. لاحظ، اول ما افتحه بأعمل مثلا ملف اسمه، لاحظ معي، اندكس دوت بي اتش دوت بي اتش بي عادي. تمام، كريت، أعمل له إنشاء، ومن ثم لكي أستطيع أن أعدل عليه أقول له إديت. تمام، أقول له إديت، أنتظر حتى يتم الفتح. تمام، طبعا هذا هو محرر الأكواد. سوف نبدأ بكود بسيط فقط للمثال، ومن ثم بعد ذلك سوف نشرح أشياء عديدة تعتمد على أليش الاستضافة هذه، زي بوتات تليجرام وإلى ما نهاية. إيكو، تمام، إيكو مثلا أنا بقول لها إيش؟ ويلكم. تمام، بعد ما قلت لها كذا أعمل إيش الآن؟ سيف. هنا أعمل سيف، الآن يقوم بالحفظ. خلاص الآن أقول له سيف أند كلوز. لو تلاحظوا أضغط أنا ضغطة مطولة وأقول له فيو. تمام، أضغط على كلمة فيو وألاحظ الذي بيعمل. تمام، ألاحظ أنه طبع لي هذه الجملة ويلكم. طبعا هذا هو الملف، هذا هو الملف. لكي أستطيع مثلا إذا كان لدي بروجكت بأكمله أقوم وأقول له وأريد أن يفتح لي هذا البروجكت، أأتي إلى هذا المكان هنا أقول له الآن سلكت ايش فايل. الآن أستطيع أن أحدد مثلا مجموعة ملفات وأرفعها إلى هذا الاستضافة. تمام، وأرفعها إلى هذا الاستضافة. بعد أن أرفع الملفات حقي أأتي إلى الملف الذي فيه الكود الأساسي. إذا أردت أن أعمل تعديل أعمل من هذا المكان edit، إذا أردت أن أظهر الصفحة أعمل إيش view أو download. أو لاحظ عندما أعمل view معناته هذا الرابط عندما أقوم بمشاركته هذا هو هدف ليش الهدف حق يعني الذي يزوره المستخدمين الذي سأعطيهم الرابط. هذا لاحظ هذا هو الذي قمنا بكتابته
سابقا. فهذه يعني شرح بسيط فقط عن عمل العيش، عن عمل الاستضافة. تمام، شرح بسيط عن عمل الاستضافة. إن شاء الله تعالى انتظرونا إلى دروس قادمة جميلة ومفيدة. إذا كان لديك سؤال أو استفسار بشأن هذا الشيء، اسألني في التعليقات. وإلى درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.